شيء قبل ما نبدا المكياج بتاعي ديما نثبت اللي البشره بتاعي نظيفه، ما فيهاش مكياج قديم، ما فيهاش زيوت، ما فيها حتى شيء، باش من بعد الباز بتاعي اللي هي الكريم الاساسي وكل ما يفسدليش بالوقت في وسط النهار. فباش ناخذ اللانجيت، باش ناخذ المناديل بتاع ازاله المكياج ونمسح مليح وجهي، خاصه البقايع اللي يقعد فيهم اكثر المكياج كيما تحت العين من هنا. ديما المكياج متاعنا يهبط غادي هكا لهنا، الحواجب زيتا خطر الحواجب الشعر متاع الحواجب يشد برشا المكياج. بعد باش ناخذ الفيكسينغ سبراي هذا من اغديكو، تنجموا تلقوها في تونس، تنجموا تلقوها في برشا بلايص، فنحط لكم ان شاء الله نسال لكم وين تتباع بالضبط، وين موجوده ماركه اغديكو، ونحط لكم في تحت الفيديو في الديسكريبشن بوكس، اللي هو حافظ لنا على المكياج اكثر، يحافظ لنا عليه مده طويله، فباش نرش شويه على وجهي باش يشد فيه من بعد المكياج، وشويه معناها كيلو. ممكن نحب برشا الفيكسينغ سبراي، علاش؟ على خاطر هكا نحسو ينشط لي الوجه، ينيرو الوجه هكا، يبدا ما نعرفش يزيدو في الحيويه نتاعو ولا كيفاش، والمكياج نتاعي نحسو يقعد اكثر في النهار، يعني يقعد مده طويله. بالطبيعه انا نستعمله قبل ما نعمل مكياج يعني توا، وبعد ما نكمل المكياج نتاعي في اخر المكياج. دونك باش ناخذ الكولر كوركتينغ ستيك هذا من سماش بوكس، باش نصلح بيه اللون نتاع البشره نتاعي، على خاطر شويه عندي لهنا بشرتي غامقه، شويه لهنا شويه لهنا. دونك باش نستعمل اللون هذا اللي هو عاطي شويه على الاورنج، باش يجي يصلح لي الغموقيه اللي في البشره نتاعي. بعد اللون الاورنج نتاعو ولا البرتقالي يتنحى كي تعملوا في كريم الاساس نتاعكم ولا فون دو تان نتاعكم، معاش اللون البرتقالي يبين. فوالا نعمل كميات قليله، ما نكثرش برشا، من بعد يتغطى بال كريم الاساس. باش نسهل عليكم، مانيش باش نستعمل 20,000 فرشاه، خاطر نعرف اللي برشا ما عندهمش فرش نتاع مكياج، فبصبعي باش نجي نطبطب عليه شويه لين يتطرح الكوريكتور الكل. دونك هكا بشويه بشويه نطبطب، ولا نحاول نطبطب هكا ما نجبدش البرودكت باش ما يتنحاش، على خاطر كريمي برشا وتحسوه خفيف على البشره، يتطرح في الساعة ما لازموش خدمه كبيره. دونك شويه طبطبه كيما هكا كيما نشوفوا، ويمشي كل شيء. ككريم اساس باش نستعمل الفونداتان هذا من اغديكو. الفونداتان هذا خفيف خفيف برشا على الوجه، فتخطيطه ماهيش كامله، كان عندكم برشا شوائب في وجهكم ماهوش باش يغطيها. دونك هذا الاستعمال اليومي، يكون خفيف يوحد لون البشره، لكن تخطيطه ماهيش كامله. بما انه اللون هذا اللي هو 20 سي تحاليه برشا، فباش نجي نخلطه كي العاده نخلط ديما، وباش نستعمل معاه شويه من الاستيلو دور هذا. بشرتي بيضه تسمى مش سمراء، لكن فيها هيك شويه سموريه، يعني انا ما نحبش شكل فونديتان اللي يكون ياسر ابيض هكا نظهر به، معناها نزيد نبياض اكثر من اللازم، فنحب ديما نخلط الحاجات. وبما انه هذا اغمق لون فونديشن عندي، فديما نخلط بالاستيلو دور هذا. اول حاجه نخلطه مليح، ما نكثرش برشا، نحط قطرتين وقطره صغيره من الاستيلو دور هذا، وباش نجي نابليكيه على وجهي. تحطوه على الوجه من بعد وحده وحده تو يتخلط. نبدا من هنا هلا ونجي هنا. دونك فوالا كملت حطيت الفاونديشن نتاعي، باش نجي ناخذ الجيل نتاع الحواجب هذا اللي هو ما فيهش لون ترانسبيرون، وباش نجي نستوي بيه شعر الحواجب نتاعي. دونك نهز الشعر الكل الفوق، نجي في الاخر لهنا، نحاول نهبط شويه كالشعرات اللي طلعوا برشا، ونخلي الجيل نتاعي لين يشيح، ما نجيش نرسم حواجبي والجيل ماهوش شايح، خاطر كل شيء يتلبى في بعض، فنخليه نعطيه وقته باش يشيح. نتعدى للحاجب الاخر هلا نفس الطريقة بالضبط. بالنسبة لرسمة الحواجب، باش نستعمل الجيل كريم هذا من اغديكو اللي يجي كيما هكا، وباش نستعمل معاه الفوشة هاي، باش نجي ناخد كمية صغيرة على الفوشة، ما نكثرش برشا،
نبدأ من تالي، بعد بشوية بشوية نقدم القدام. ولا نطول في حاجبي هذا شوية على خطر حاجبي هذا أقصر من حاجبي هذا، فنطول فيه شوية، بعد نبدأ بشوية بشوية نقدم. بعد باش نجي ننظف تحت الحاجب متاعي، دونك باش ناخذ كونسيلر ولا اي حاجه كريم نجم ننظف بها تحت الحاجب، ونجي ننظف بها تحت الحاجب متاعي باش يعطينا رسمه مستقيمه ونظيفه. هكا هاو، ما نزيد حتى شيء، دونك سهل الحكايه ما فيها حد شيء. دونك بالنسبه للمكياج العينين قربت لكم شويه وجهي اكثر باش نجموا تشوفوا شنو نعمل. باش ناخذ اللون البني الفاتح هذا وباش نحطه على الكريس، نجبدو شويه نخرجو شويه باش نحل شويه اكثر العين، فقط اني فقط نحاول نعمل شيب واحده اخرى للعين. الان نجي للطاده للعين الاخرى، كيف كيف نعمل نفس الحاجه باش نحل عينيه اكثر، نجي نطرح اللون معناها نخلي حاجه خفيفه. بعد باش نجي ناخذ اللون البني الغامق اللي هو هذا، باش ناخذ منه شويه ونلصق الخط نتاع الشوافر ونحط كميه صغيره، وين نبعدش بيه ما نطلعوش. فوالا، كيف كيف باش نتعدى للعين الاخرى ونعمل نفس الحاجه. دونك الطريقه سهله ما فيها حتى شيء. بعد باللون هذا نحطه تحت عيني حاجه قليله، ما ناخذش برشا برودكت. دونك ننظف الفوشه نتاعي مليح، بعد نجي للهايلايتر هذا من فريدم ميك اب، ناخذ شويه ونحطه على مدمع العين. بعد باش نجي ناخذ القلم البيج هذا ونجي نحط داخل العين باش العين نتاعي تتحرك. بعد باش نجي في اخر الرموش وباش نحط رموش الاصطناعي من هدى بيوتي. فوالا، بلاو صغار كيما هكا، تروف تروف صغار. دونك فوالا هذا الرمش نتاعي، باش نجي نحط فيه شويه كول. دونك بالنسبه للكونتورينغ والبلاش باش نستعمل باليت واحده اللي هي الباليت هذه كيف كيف من ارتيكو. نعطي شويه لمع على الوجه باش ناخذ الهايلايتر هذا من فريدم ميك اب اللي استعملته بكري، وباش ناخذ الفوشه هذه من سيجما، ناخذ شويه برودكت ونجي نعطي شويه لمع على الوجه على الخدود شويه على خشمي، ناخذ شويه نحط. بعد باش نتعدل الفم باش نستعمل اللون هذا من مارك جايكوب. وكملنا اللوك نتاعنا، ان شاء الله عجبكم، ان شاء الله استفدتم من الفيديو. حبيت نبدل لكم شويه على المكياج القويه، هذا مكياج تنجموا تخرجوا به كل يوم، خرجت مع اصحابكم، خرجت عاديين، ولا حتى تنجموا تنقصوا فيه شويه وتمشوا تقراوا به كان في الجامعه ولا في الليسي. دونك ان شاء الله الفيديو عجبكم، ما تنسيش تقولوا لي رايكم في الكومنتس، وانا ان شاء الله نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.